مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كوارية في الذاكرة. ننزل اليوم إلى معقل الفريق العريق، الفريق الأحمر، فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي الفريق العريق، مفرخ النجوم وعباقرة كرة القدم، مثله مثل باقي الفرق الوطنية المغربية، واللي غادي نسلطوا الضوء على واحد الهداف اللي كان معروف فريق الوداد البيضاوي، أو كما أطلق عليه الجمهور الودادي الفهد الأسمراني، ويتعلق الأمر بالهداف المرعب خلق ليهز الشباك، وهو حسن ناظر ابن حي المعارف. حسن ناظر ابن حي المعارف واللي كيسكن قرب المركب محمد الخامس، اللي شاهد على التألق ديالو وشاهد على الأهداف التاريخية اللي كان سجل. كما قلت، حسن ناظر خلق، إذا كان برنامج يداع في قناة عربية خلق ليفتريس، فحسن ناظر خلق ليهز الشباك. وأي فريق اللي احترف فيه أو لعب فيه هنا في المغرب وهو فريق الوداد البيضاوي، فحسن ناظر ما كان يعرف غير هز الشباك. وانتم ما كتشوفوا في الصورة، قل لي من ذاك الشبل أقول لك من ذاك الأسد. ونتمنوا نشوفوا الإبن ديال ناظر إن شاء الله، حتى هو لاعب في قيمة حسن ناظر إن شاء الله. حسن ناظر اللي احترف في عدة فرق أوروبية، منها ريال مايوركا الإسباني، فارنزي البرتغالي، وبينيفيكا البرتغالي، وقعد الفرق هادو كان توج فيهم حسن ناظر كهداف، وكان غير ما مرة كان حاز على الحذاء الذهبي كما غادي تشوفوا في واحد الصورة. وبهذه المناسبة غادي نقدموا لكم واحد الشريط في آخر هذا الموعد، هذا غادي نقدموا لكم واحد شريط ديال شريط حي اللي كان شارك فيه حسن ناظر مع فريق الوداد البيضاوي في واحد اللقاء ديال نصف نهائي كأس العرش ما بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وكان حسن ناظر كان سجل هدف. ولا بأس بالتذكير بالتواريخ اللي لعب فيهم حسن ناظر، سواء في المغرب مع الوداد البيضاوي أو الفرق الأوروبية اللي مارس فيها. فالمسيرة ديال حسن ناظر كانت في الوداد البيضاوي من سنة 1983 حتى 1990. من 1990 1992 كانت مسيرة كروية في ريال مايوركا الإسباني، و92 95 كان ضمن فريق فارنسي البرتغالي، ومن 95 ل 97 كان هداف لفريق بينيفيكا البرتغالي، ومن 97 ل 2004 عاود رجع للفريق الفارنزي البرتغالي. هي مسيرة موفقة، مسيرة حافلة بالعطاء والتتويجات والأهداف، وكان توج مع فريق الوداد البيضاوي ببطولات وكأس إفريقيا. وكان حسن ناظر كيكون إلى جانب فخر الدين الفريخ ومصنداو الهداف المرعب السنغالي، كانوا كونوا واحد الهجوم خطير، وإلا كانوا كيدخلوا في ضمن التشكيلة فالمدافعين ديال الخصوم كانوا كيردوا ديك الأغنية ديال الغضب الساطع آت، يعني من هاد الفقرة اللي خديناها من أغنية القدس اللي كتأديها فيروز المطربة العربية الكبيرة. يعني هما المدافعين ماشي كيردوا، ولكن غير كتخيل لهم بان راه لا دخل ناظر ودخل الفريخ فخر الدين ودخل مصنداو، يعني كتكون التشكيله ديال الوداد مكموله، وكيكون الغضب الساطع آت، يعني بان الاهداف راه غادي تجي، فقط كيفاش غادي تسجل ديك الاهداف. حسن ناظر وانتم كتشاهدوا في الصوره اللي كان حاز على الحذاء الذهبي كهداف، الفهد الأسمراني خلق ليفترس الشباك، عينه على الشباك أن تهتز،
وانتم غادي تشوفوا في ديك الشريط غنقدموا لكم مقابله حيه بعض اللقطات منها ما بين فريق الوداد البيضاوي والجيش الملكي. وغتذكركم يعني بموسم كاس العرش ديال موسم 88 89، واللي كان فاز فيه الوداد البيضاوي 3-2. انتم غادي تشوفوا اللقطات وغادي تشوفوا الهدف اللي كان سجله نادير، وكذلك استجواب اللي كان جراه الصحفي المتالق انذاك محمد زمان مع الهداف حسن نادير. حسن نادير اللي كان ضمن التشكيلة المثالية لفريق الوداد البيضاوي، عزمين، نيبت، فاضل جلال، أبرامي، داودي، حسن نادير، موسى نضاو، فخر الدين، بن عبيشة، فاسيلي، المحمودي، مجيد بويبويود. وكان هذه صورة كتجمع حسن نادير مع المدرب طوشاك اللي كان درب الوداد البيضاوي. وكان حسن نادير كان دا مر من هذه الفترة ديال مساعد مدرب طوشاك. حسن نادير اللي كي تعتبر اليوم كمحلل رياضي في راديو مارس مع رفيقه في الدرب والهداف المرعب موسى نضاو. وحنا كنتمناو حسن نادير ان شاء الله مسيرة رياضية موفقة، ويعود للتدريب ويكون متألق كتألقه في هز الشباك. وكنتمناو ليه الصحة والعافية وطول العمر ومسيرة موفقة. وغادي نخليكم مع شريط حي لمقابلة نصف نهاية كأس العرش لموسم 88-89 ما بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي، واللي كان فيها حسن نادير هداف وسجل واحد الإصابة. ونخليكم مع الشريط. جمع بين فريقين عتيدين، فريقان يعتبران من أقوى الأندية الوطنية، فريق الوداد البيضاوي وفريق الجيش الملكي. وعموما يمكن وصف هذا اللقاء بأنه كان لقاء المتعة، القوة والاندفاع البدني. لقاء أبان فيه فريق الوداد البيضاوي عن إمكانية عالية، وكذلك فريق الجيش الملكي أبان على أنه فريق قوي وقوي جدا، لاعتبارات من بينها تواجد أحسن العناصر كأنا فلوس، خيري، الغليسي، وكذلك فريق الوداد البيضاوي كان في المستوى وأبان عن مستوى جيد باعتبار العناصر التي يتوفر عليها كموسى نضاو، حسن نادير، الحارس عزمي وأسماء أخرى. جمهور فريق الوداد البيضاوي، جمهور فريق الجيش الملكي، وكذلك جمهور فريق المغرب الفاسي وفريق أولمبيك أفريقيا جعل من المركب الرياضي محمد الخامس بمثابة عرس رياضي، أضفى على هذين اللقاءين طابع الحداء والقوة. بالنسبة لي زعما كان مقابلة عادية، بحال واخد مقابلة ديال البطولة، غير اللي هو متحضر لهذه المقابلة نفسانيا هو اللي غادي يكون المنتصر. آخر الترتيبات قبل الدخول إلى الملعب وانطلاق المقابلة، كل العناصر الأساسية التي ستدخل اللقاء سواء من طرف الوداد البيضاوي أو من طرف فريق الجيش الملكي عليها أن تتقدم إلى الحكم. حسن نادير، قبل انطلاق هذه المقابلة كيفاش كتشوف اللقاء اللي غتجيو ضد فريق الجيش الملكي هنا بمدينة الدار البيضاء؟ هو المقابلة غتكون حاسمة بزاف، بحيث كتجمع جوج فرق من أقوى الفرق على الصعيد الوطني، وكنتمناو باش المقابلة تدور في واحد الجو رياضي ممتع، وكذلك باش نمتعوا الجمهور الحاضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. في الحقيقة الجمهور الغفير اللي كيحضر الآن واللي كيشجع الفرق ديالو، فبدورنا حنا كذلك نقوموا بواحد اللقاء اللي يكون في المستوى ديال هاد نصف النهائي، وكذلك في المستوى ديال الجمهور. هذا الجمهور غادي يساعدنا بزاف، وكنشكروه على هاد القدوم ديالو بكثرة باش يشجعنا، ونتمنى منه يبقى مساندنا حتى لاخر دقيقة. داخل الملعب الجمهور الحاضر ينتظر بشغف الفريقان معا. ظهور الفريقان على أرضية الملعب أعطى نكهة خاصة للمركب الرياضي محمد الخامس.
وينطلق لقاء فريق الوداد البيضاوي ضد فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي مع بداية اللقاء اعتمد خطة الشرود، وفعلا فقد تمكن من وضع هذا الفخ لفريق الوداد البيضاوي الذي سقط غير ممارة في خطة الشرود. أول محاولة حقيقية تتاح لفريق الجيش الملكي بعد خروج الحارس عزمي وقذفة اللاعب الفضيلي، إلى أن النيبت يتدخل ليسلم الكرة للحارس عزمي. فريق الوداد البيضاوي بعد هذه المحاولة هدد مرمى الحارس حميد بواسطة اللاعب نادير، إلى أن هذه القذفة لم تكن مركزة بالشكل الكافي. فخر الدين إلى أن الحارس حميد يتدخل. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. ضربة خطأ نفذها اللاعب الدودي، خطأ للدفاع موسنداو، والهدف الأول في شباك فريق الجيش الملكي. نتابع إعادة لهدف موسنداو من زاوية أخرى. الهدف أيقظ حماس الجمهور الحاضر بالمركب الرياضي محمد الخامس. نلاحظ التمركز الجيد للاعب موسنداو الذي يتمكن من تسجيل أول هدف في اللقاء لصالح فريق الوداد البيضاوي. وعلى إثر هجوم لفريق الوداد البيضاوي، اللاعب الفضيلي يتدخل في حق اللاعب الدودي. الحكم لم يتردد في طرد اللاعب الفضيلي. خروج اللاعب الفضيلي أعطى تفوق عددي لفريق الوداد البيضاوي الذي ضيع هذه المحاولة بواسطة اللاعب مجيد. ضربة خطأ مباشرة اللاعب الغريسي بطريقة ذكية يعطي هدف التعادل. الهدف من أجمل وأحسن الأهداف التي سجلت بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. إذن نتيجة اللقاء هدف واحد في كل شبكة. النتيجة بطبيعة الحال لم ترضي الحارس عزمي وكذلك مدرب فريق الوداد البيضاوي يوري. فريق الوداد البيضاوي يتمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة اللاعب موسنداو، وذلك بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية. الهدف سجل في الشوط الإضافي الثاني من اللقاء، نظرا لأن اللقاء انتهى بالتعادل هدف واحد في كل شبكة. اللاعب فخر الدين تمريرة جيدة في اتجاه اللاعب حسن نادير الذي يسجل الهدف الثالث في اللقاء. إعادة من زاوية أخرى لهدف اللاعب حسن نادير. إذن فريق الوداد البيضاوي منتصر بحصة 3 أهداف مقابل هدف واحد. اللاعب أنفلوس وعلى إثر خطأ للاعب النيبت يوقع الهدف الثاني في شباك فريق الوداد البيضاوي. اللقاء ينتهي بانتصار فريق الوداد البيضاوي بحصة 3 أهداف مقابل هدفين، وهي نتيجة تؤهل فريق الوداد البيضاوي لنهاية كأس العرش لموسم 88-89. قلب هجوم فريق الوداد البيضاوي اللاعب حسن نادير الذي سجل الهدف الثالث في هذا اللقاء له رأي في هذا التأهيل. فقط الى دابا كيتفاجئ عن طريق الصدفه بحيث فريق الوداد البيضاوي كيستاهل هاد التوجيه هذا، وكذلك المرور الى المقابله ديال النهايه. حقق فريق الوداد اللي قام بواحد مقابله جيده بزاف، ويستاهل حق هذا الانتصار هذا اللي بدا الايقاع ديالو من اول دقيقه حتى اخر دقيقه. وبالمناسبه كنشكر لاعبي فريق الوداد اللي بحق قدموا مجهود كبير باش ينتصروا في هذه المقابله. وثانيا كنشكر الجمهور البيضاوي اللي حضر بكثره
وساعدنا حتى الاخر دقيقه. مش من يمكن لك تقولنا على دمشق في النهايه اللي كانت فعلا شيقه امام فريق الجيش الملكي؟ المقابله اللي كانت اليوم ضد فريق الجيش الملكي كانت مقابله صعبه، حيت كنلعبوا امام فريق عنده تجربه وكيضم عده عناصر دوليه، ودخلنا المقابله عازمه على الانتصار، وقمنا بمقابله ممتازه، انتصرنا بثلاثه لجوج، والاصابات اللي تسجلوا عندنا كانوا غير اخطاء دفاع، تمرس دفاع، والحمد لله النتيجه مشرفه وكنهديوها للجمهور الودادي. بالنسبه للاعب السنغالي موسى نداو فان اللقاء كان صعبا للغايه نظرا لاعتبارات عديده، منها قوه فريق الجيش الملكي وكذلك توفره على عناصر جيده. وبالنسبه لموسى نداو فان هذا الفوز احسن هديه لزملائه قبل الذهاب الى الجزائر بمناسبه كاس افريقيا للامم. وتبقى الملاحظه الاساسيه بالنسبه لموسى نداو هو ان وسط الميدان بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي لم يكن في المستوى المطلوب.